الشاب بيسرق من المختبر حب يزيد نسبة الذكاء والحواس، وبعدها بيظهر انه صار بيرسم وبيحل نظريات بنفس الوقت وبيحسن يحل مكعبات الذكاء بثواني بس. ولما يطلع للشارع بيلاحظ انه بيحسن بيشوف لبعد مئات الامتار، وبعدها بيلعب شطرنج بطريقة ذكية بالرغم من انه ما كان بيعرفها، وبتبين ان العقل والحواس عنده بيشتغلوا باقصى درجة، ولهيك بيحسن يهزم كل اللاعبين الشطرنج، والناس بتكون مبهورة من عزف الرجل بالرغم من انه ما كان يعرف يعزف. وفي النهاية الشرطة بتعرف انه سرق حب الذكاء من المختبر، ولهيك بيصيروا يطاردوه، وبيظهر ان الحب بيعطيه قوة كمان وبيحسن يهرب منهم بسهولة، لحد ما يوصل لشارع فيه سيارات، ولكنه بيحسب سرعة السيارات بثواني وبيقطع الشارع بالرغم من انهم مسرعين، وبعدها الشرطة ما بتحسن تقطع الشارع وبيضيعوه. وجبت لكم تطبيق بيربحكم اكتر من $100 يوميا، فاكبسوا على صورتي وراح تلاقوا رابط التطبيق في بايو القناة.